تتابعي الكرام ديالي. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ اليوم انا فرحانه اختكم نعيمه لمياء ولدات، الحمد لله الحمد لله يا رب وشكرا لله. ولدت ورجلها فرحان وباش جاب لينا تقدنينا، وانا بغيت نشارك معكم ما تقضيه. بسم الله يلا خط ليا، قال لي نوضي اختي نعيمه. انا قلت بسم الله والله نشارك معكم. بسم الله جاب لينا الدجاج هانتمايا، هذا صدر ديال الدجاج ان شاء الله غزال. بغيت نشارك معكم القصه ديالي بزاف، راه عنده والله العظيم انا غنوري لكم الثلاجات، انا معامرين داكشي وبالفرحه ديالو ملي ولدت له دميه بدات كيتقضى، راه عنده قلت له ما تقداش ولكن ما يخلف عليه. شفتها ما قلت له ما تجيش بزاف اللحم، ما جبتش شي حاجه، راه كلشي كاين. هنا اللحم زوينه ديال الملش، نشارك معاكم هادشي. ندير ثاني الكاهل ديال لا سالاد، اللبانان، الفلفله، لا سالاد بيخت، عارفني مضروبه عين فافي انا، جبت الخيار، تفاح، بصله. نعيب بغيت نشارك معكم احبائي الكرام الخبز اللي ما جبتش بزاف، حيت كاين الخبز جاب هاد الميني باك ديال الساندويتش، وهذا لي كرواسون لي بيتي بون شوكولا. كان والله انوار كلشي كاين، وزدتي عاوتاني جدي الزيتون، طيشة، ما تشافو عليك قلت بغيت ندير الحريرة، هانتوما هي. والناس اللي ساكنين في فرنسا ولا في اوروبا كان هاد الماطيشه بولي غزاله، الحريره لي با الكسكسو كلشي. المهم انا من نهار اللي اكتشفتها وليت كنديرها عاهيايا، كتجي غزاله في الطياب، في كلشي، في كلشي ديروها في اي حاجه زوينه، كتعجبني انا بعداك، كتعجبني انا بعداك، ونتمنى تجربوها احبائي الكرام. انا المهم عيب بغيت نشارك معكم. رحيم اللي عيط ليا قال لي راه لمياء ولدات، وجلس معاه واحد ساعتين، تخرجت لا شومغ ديالها الحمد لله توفا بيان، البيبي مزيان، سيزاريا راكم عارفين الافتتاح تيكون شويه صعيب ابخي، مي الحمد لله كلشي بخير. جاب لي هاد مسكين هاد التقضيه، وغادي يجلس شويه يرتاح شويه مع شويه ويرجع عندها. وراك عارفين المتبعي الكرام ديالي المرا اللي كتولد بالفتيح راه ما كنعطيوها حتى حاجه بوندون واحد اليومين ولا ثلاث ايام، ما تقدرش تاكل، كتاكل غير ديك لاصوب ديال هما هي باش كتبرى ليها الفتحه. وملي غتخرج راه كنشارك معكم كلشي، كاع كل نهار اللي نطيب لا شي حاجه راه غنشاركها معكم. دابا في السبيطار ما عنديش الحق نصيفط لها حتى شي حاجه، يعني تاكل الماكله ديالهم ان شاء الله تخرج بسلامه. وهادشي اللي كاين، وفي العشيه نشارك معكم شنو غندير للعشاء ان شاء الله. انا بغيت نشارك معكم غير التقضيه ونقول لكم راه لمياء ولدات، وعارفاكم كتسناو كتشوقوا حيت كاتبه اسويفر تابعوا، عارفاكم غادي تسناو الولاده ديال لمياء. ان شاء الله غتشوفوا كلشي، كلشي ان شاء الله. انتم المسابقين ديالي راه عندها كلشي في الثلاجه، انا نوريها لكم راه ما شاء الله مقاده كلشي، عندها التقضيه، عندها كلشي، مي مسكين هو والو مشى يتقضى عاوتاني. كلشي كاين عندها، الربيع، الكرافس، كلشي مسكينه راه والله العظيم. الثلاجات، الكونجيلاتور، هما غادي نشوفو راه الكونجيلاتور الاخرى في الجهه الاخرى، انا غنوريها ليكم. ومشى تقضى عاوتاني مسكين فرحه. انتم المستمعين الكرام ديالي راه ما شاء الله ما ولدات تقدات كلشي، كلشي كاين ما شاء الله، كل شيء عندها. ابشر عرفاني غدا نجي تقدا الكسكسو مسكينه، القهوه، العدس، الحمص، كل شيء، البلبوله، الورقه ديال الباكوس، الورقه ديال البسطيله، ها هي هنايا
كل شيء الخير موجود، الله يكمل عليك. باش معكم فرانشمون شفت الكرافس والربيع الحمص كاين كل شيء كاين، قلت الله يتغنوا نصايب الحريره. مي الحريره سي با كونتيتي بحال اللي كدير لكم اختكم نعيمه القبيله ديال 12 لتر، راه الكوكوط عي صغيره. حنا عي ثلاثه الاشخاص، لا مي ما صيفطلهاش ما تاكلش، عي راجلها وانا وراجلي، راه عي ثلاثه الاشخاص غنصيب لكم اي شويه ديال الحريره. غادي نبداو بسم الله. ها انتم انا كما قلت لكم كندير هاد ماطيشه بولي، هادي راه فيها 500 ميلنا، ما غاديش نديرها كلها ها انتم، حيت غير شويه انا ندير تقريبا عين نص ديالها، شويه اللحم ها انتم، واحد الكويس ديال الحمص، بصله مشلله. هادو الناس اللي عاد مجوجين القميله ديال الناس اللي مجوجين. هنا شويه قزبر معدنوس والكرافس ليفه صغيره، نص كاس ديال الزيت غير الروميه، والعدس انا درت واحد نص كويس هنايا انا غسلته وغادي نسلقو بوحديتو كالقاعده. انا دائما العدس كنسلقو ما كنديروش مع الحريره، حيت كنديرو دابا العدس كيتروون في وسط الحريره، تنسلقو حتى الابخي ملي ندور كنسيبو بالماء ديالو واحد مغسول ناضي. هنا عندي معلقه صغيره من الحاجه، عندي الملحه وعندي السكينجبير خرقوم البزار، معلقه صغيره من الحاجه، أو كنمرقو الما طايب. هلا وغادي نسد عليها حتى طيب ونتلاقى معكم إن شاء الله. غير بغيت نقول لكم ونشارك معكم، شاركت معكم تقضية ونشارك معكم فينال، غندير العشاء إن شاء الله ونتلاقاو من طيب. متابعي الكرام ديالي، الحريرة راها طابت، أنا غنزيد داك العدس وغادا نزيد هاد لاصوص ديال الماطيشه اللي درنا قبيله. ما غاداش ندير ماطيشه الحك، هذا يكفي. هاد الماطيشه صافي بركه، حيت غير شويه نتوما تقريبا شي جطره ديال الجطره ديال الحريره. هنا غادا نزيد واحد نص كويس ديال الشعريه، البرد واعر عندنا قاصح ومع هاد الحريره هادي. درت هنايا جوج كيسان ديال الماء، ودرت كاس مع نص كاس ديال الطحين، جوج كيسان ديال الماء ونص كاس ديال الطحين. باش غادي ندور الحريره، غير كدا تغلى الحريره ديروا الطحين، حيت الطحين كيهز الطياب حتى هويا. راكم عارفين الحريره ديالي، بغيت نشارك معكم يعني النهار ديالي العشيه والفرحه ديال لامياء. خاصي الدوماج ما غنصيفط لهاش هاد الحريره سخونه، كانت والده عاديه نصيفط ليها، ولكن راك عارفين الفتيح. واحد والحريره ديالو كي دايره، كاين اللي كيبغيها خاطره كاين اللي كيبغيها خفيفه، كل واحد حنا كنبغيوها على هذا القياس هذا. باش ما نطولش عليكم الفيديو، كلشي عارفين الحريره ما شاء الله. انا شاركت معكم، راكم دايرها معكم في القناه شي دو فوا، انا غير بغيت نشارك معكم فوالا، حيت انا درت الكونتيتي صغيره، ما عمرني درت هاد الكونتيتي هذه صغيره هكايا ديال تقريبا جوج يطرو، جاتني في شكل قميله في شكل انا مولفه كندير الكوكوط الكبيره، ما عمرني درت اول مره كندير هذه المقادير هذه. مي صافي بليزير كوم ام، كي عجبني الحال، كنطيب البويمله صغيورين وكلشي صغيور. انا غنخليها طيب كيما عارفين الحريره، كنخليها طيب واحد 20 دقيقه باش كطيب ديك الفرينه وطيب كلشي، ونتلاقى معكم ولا طيب معكم الكرام ديالي. تسالت هذه الحلقه ديال هذه الحريره، جات زوينه الحريره ما شاء الله، ونتمنى تجربوها لي جون اللي عند مجوجين. المهم راه حريره ساهله ما فيهاش تعقيدات ما فيها والو. دابا انا غنطفي عليها، راه طفيت عليها البوطا فوالا. ولا عجبتكم هذه الحلقه ديال هذه الحريره وديال التقاديه وديال المشاركه اللي درت معكم، ما تنسونيش باللايكات ديالكم وجيم
ولي بارطاج، وميرسي بوكو. الى اللقاء الحلقه القادمه ان شاء الله.